الله بيخاطب الكفار، خاطبهم بشيئين، شيء يعلمونه علم اليقين مشهدي، وشيء لا يعلمونه. فالشيء الذي لا يعلمونه هو الزمن. يقولون انتوا بتكفروا بالذي خلق الارض في يومين، هم ما يعرفوش حكايه يومين دول ولا لهم دعوه بها خالص. صحيح. لا عنده غيب. انما هو بياخد ما هم يرونه مشهودا كدليل على صدقه فيما لم يشهدوه. طيب، قل انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين، دي المدلول عليها، وتجعلون له اندادا. كلمه وتجعلون له اندادا شهادة منكم ان الخلق ده كبير قوي ما يقدرش عليه واحد في اعرافكم. كما ان انتم لما يكون حاجه كتيره قوي تقول ما يقدرش عليها واحد، دي عايزه مش عارف ايه، فكانكم استعظمتم المخلوق. واستكثرتم ان يكون من واحد. وحبيتوا تتخذوا له انداء علشان يبقوا معينون له، ولا يكون ذلك الا اذا كان الامر كبير قوي. ولذلك ايه؟ لخلق السماوات والارض أكبرهم خلقا. طيب هو بيقول لهم تعالوا بقى، أنا مش مالكوش دعوة بإن أنا خلقتها في قد إيه. خلاص؟ ولا تطلبوا لي أنداد ولا أي حاجة. وما مسنا من لغوب، هيقول في آية تانية. في آية تانية، ستة أيام، وما مسنا من لغوب، ما تعبناش عشان تجيبوا لكم. آلهة وأنداد يشاركوني. خلاص كده؟ هذه واحدة. الآلهة والأنداد ما قالولكوش. طب يبقوا شاركوني، وانا بقول انا اللي خدت، وهم يقعدوا كده يبصوا لي، يا ما دريوشي يا ديريو. فما كانوا ما دريوشي يبقوا ما ينفعوش آلهة، وان كانوا ديريوم يبقى ضعفوا ان يقاوموني. فاختشوا على ارضكم، سيبوا الحكايه دي خالص. هذه واحده. نتكلم في الواقع. الارض مخلوقه ولا مش مخلوقه قدامكم؟ مخلوقه. فعال. وفيها جبال ولا فيها مباني؟ وجعل فيها رواسي من فوقها. جبال رواسي. طيب لما بتزرعوا بتلاقوا تقولوا تاكلوا ولا لا؟ بارك فيك. ويبقى فيها خضار. طيب اللي بياكل من ادم لحد دلوقتي ما خلصتش الرقعه اللي هو عايش فيها. الحته اللي هو عايش فيها ما خلصتش. يبقى تقدير الاقوات ده مش عشان ياكلك دلوقتي. وصالح لان يوكلك الى ان تقوم الساعه. وقدر فيها اقوتها. خلاص؟ وبارك فيها وقدر فيها، والمهم بقى بارك فيها وقدر فيها اقواتها. وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. بارك في ايه وقدر في ايه الاقوات؟ نشوف كده. قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين. مش الدين خلاص. وايه؟ وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. بارك في الارض ولا في الرواسي؟ في الارض. لا، الاقرب الرواسي. يعني الاقرب، لان انما الحديث في الايه عن الارض. ما هو ما هي من الارض. وجعل فيها رواسي. جعل فيها وبارك فيها. يبقى الارض ظرف لما يعني بارك في الجبال. بدليل ان خصوبه الانبات كلها تاتي من الجبال. نعم. المطر ينزل للسطح المشقق، ينزله يبرده ويجي غيريا يروح عمل البناء. وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايه اللي اربعه ايام؟ هل البركه والرواسي في اربعه ايام ولا الاثنين داخلين؟ قال لك ما دام الكلام في الارض يبقى الارض وما تصلح به. يبقى في اربعه ايام، يعني في تتمه اربعه ايام. يعني يبقى خلق الارض في يومين وعمل العملية بتاعت الجبال والقوت في تتمة أربعة أيام. اليومين داخلة في الأربعة. ليه؟ زي ما قول أنا سافرت إلى طنطا في ساعة، وإلى الإسكندرية في ساعتين، يعني من القاهرة للإسكندرية مش من طنطا للإسكندرية. يبقى الأربعة أيام دخلوا فين؟ ليه احتجنا احنا للتداخل؟ لأن لما نجيب آيات التعديد نجد وبعدين السماء عايزه يومين، يومين على ايه؟ اربعه يبقوا سته. وعلى اليومين الاولانيين يبقوا ثمانيه، يبقى ناقضت في سته ايام. ما عد بقى، خلق الارض في ايه؟ يومين، وبعدين قدر في اربعه ايام، وبعدين السماء مش اتانا في يومين،
يبقوا كام؟ ثمانية كده. ثمانية. وآيات الإجمال في ستة. فإذا رأيت آيات إجمال أو آيات التفصيل فاحمل آية التفصيل على آية الإجمال. نعم. لأننا يمكن ندخل المفصل في بعضه. نعم. إنما ما مدتش المجمد يعني. نعم. 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 يبقى إذن عند قوله في أربعة أيام تزودي، أي في تتمة أربعة أيام، أي في يومين انضم إلى مادة خلق الإيه؟ خلق الأرض. نعم. بعد خلق الأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهي دخان. نعم. بعد خلق الأرض والأشياء بتاعتها. الأشياء بتاعتها ثم استوى إلى السماء وهي دخان. استوى يعني إيه؟ اتجه بقدرته إلى الخلق الثاني. نعم. ليه؟ لأن الأرض تعتبر الركيزة اللي هي ما أقلك. نعم. والسماء ما أظل. نعم. يبقى الذي يقل يبقى قبل ما يظل. نعم. فقال لها وللأرض ائتيها طوعا. انتوا الاثنين بقى ائتيها طوعا جايين جايين. نعم. بس هاتوها من جيتهم. قالوا أتينا طائعين. نعم. فقضاهن سبع سماوات في يومين. في ايه؟ في يومين. انضمهم بقى للأولى دي. لا يبقوا ستة. وأوحى في كل سماء أمرها. كل واحدة سماء لها نظامها، دي سماء لكذا ودي سماء لكذا ودي سماء لكذا ودي سماء لكذا، وبعدين يتنزل الأمر بينهن. نعم 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 نعم, نعم.